بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المشاهدون، أيتها السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايش على قناة التناصح، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة بكم، نسعد فيها بصحبتكم للحديث عن الفلسفة القانونية في عقود التمويل المصرفي. معايش على قناة التناصح، هذا البرنامج الذي يبحث في فلسفة الاقتصاد الإسلامي لينير لنا الطريق ونتعلم من الخبراء الذين نستضيفهم فنونا شتى في معرفة الاقتصاد الإسلامي بكافة فروعه وأشكاله. ولا شك أن الصرافة الإسلامية هي أحد فروع التمويل الإسلامي الذي يحمل شكلا مهما من أشكال الاقتصاد الإسلامي ورافدا من روافده. وإذا كانت العلاقة التمويلية هي علاقة معاملية وعقدية، فبالتأكيد ستحصل في هذه العلاقة القانونية منازعات ونزاعات. نتحدث في هذه الحلقة اليوم عن الفلسفة القانونية في عقود التمويل في محاور شتى للحديث عن البيئة القانونية للمصارف الإسلامية والواقع القانوني لعقود التمويل الإسلامي وواقع التسويات القانونية للمصارف ومدى صحة احتكامها للقوانين الوضعية. كذلك نتحدث عن أهم الإشكاليات التي تظهر عند تسوية هذه النزاعات. كذلك نتحدث عن أهم المسائل التي تكون محط الاختلاف في عقود التمويل الإسلامي وغيرها من المسائل. نستضيف ضيفا عزيزا للحديث عن هذه النقاط جميعا، ألا وهو فضيلة الدكتور عبد الحنان العيسى، وهو من سوريا، محام سوري مقيم في سلطنة عمان، وهو محكم دولي وممارس ذو خبرة تزيد عن 25 عاما، متخصص في الجوانب القانونية لعقود التمويل الإسلامية وتسوية نزاعات البنوك الإسلامية، يتحدث إلينا اليوم من سلطنة عمان. حياكم الله فضيل الدكتور، يا أهلا وسهلا. حياك الله دكتور سالم، وشكرا على التواصل والاستضافة، والشكر طبعا موصول لقناة التناصح الفضائية الليبية التي أتاحت لنا اللقاء مع أخوتنا في ليبيا من خلال برنامج معايش، والذي يعد أحد البرامج المهمة التي أخذت على عاتقها نشر ثقافة الاقتصاد والتمويل الإسلامي. حياك الله فضيل الدكتور، نحن سعداء جدا وشاكرين ومقدرين لكم كريم الاستجابة لهذا الظهور، ظهوركم إثراء للبرنامج وحقيقة إضافة نعتز بها كثيرا. أستاذنا، حقيقة يعني دائما ما نتحدث عن البيئة القانونية التي تعمل بها البنوك الإسلامية. لا شك أن البنوك الإسلامية هي شركات لها صفتها الاعتبارية، بالتالي لابد أن تكون داخل بيئة قانونية يعني تتحرك من خلالها وتزاول نشاطاتها من هذا الواقع. ما هي البيئة والواقع القانوني الذي يعني تعمل فيه البنوك الإسلامية ويظهر يعني تمارس فيه تمويلها الإسلامي؟ حياك الله دكتور، تفضل. دكتور، أنا لا أستمع إليك الآن. نعم، البيئة القانونية الآن أستمع لك، تفضل دكتور. نعم. إن البيئة القانونية التي تعمل فيها البنوك الإسلامية هي الآن بمجملها بيئة قانونية وضعية، بسبب أن حداثة
لنقل حداثة الصناعة المالية الإسلامية، وكذلك لغالبية الأنشطة هي مقننة وضعيا. كذلك عندنا ندرة في القوانين التي تنظم المعاملات المالية الإسلامية. فالآن مثلا إذا أخذنا ليبيا أو غيرها من الدول، نجد أن ليست كل الأنشطة البنوك الإسلامية، ليست كل المنتجات الإسلامية، ليست كل العقود هي مقننة. وبالتالي هذا يعني هذا أحد أهم الأسباب في هذه البيئة. عندنا المعايير الشرعية تعتبر يعني نموذج تشريعي، لكن نموذج مقنن ولكن غير تشريعي، لكن لا توجد لها قوة إلزام لهذه المعايير. نقصد المعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الأيوفي، لكن هنالك التجربة الليبية هي تجربة يعني خطوة متقدمة في مسألة أنها هي أصدرت معايير شرعية خاصة فيها، وبالتالي يمكن تكون لها صفة الإلزام. وكذلك هنالك عدد من الدول أصدرت يعني معايير شرعية. كذلك في إذا تحدثنا عن البيئة القانونية، نجد أن المؤسسات المالية الإسلامية من خلال دراسة عقودها نجدها أنها تحتكم للقوانين الوضعية بشكل كامل أو جزئي. يعني مثلا العقد، لنفترض عقد مرابحة، تعرف في نهاية كل العقود عندنا بند لتسوية النزاعات، نجد أنه في هذا البند أن القانون الواجب التطبيق، لنفترض تذكر عبارة أن مثلا القوانين الليبية السارية في البلاد مثلا أو هكذا يعني. وهنالك ممكن تضاف بعض العقود عبارة أخرى بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. هذه يمكن أن نقول البيئة القانونية التي تعمل فيها البنوك الإسلامية حاليا. جيد، لنتفق على شيء دكتور، لعل السبب الرئيس في ذلك هو أن البنوك الإسلامية بوضعيتها هي الدخيل على الصناعة المصرفية التقليدية العالمية في الأصل. يعني نحن لا نستطيع أن نقول دخيل، لأن الاقتصاد الإسلامي هو موجود. يمكن أن نقول دخيل تقنينا، نعم، لأن التقنينات الوضعية سبقت يعني التقنين الإسلامي في مسألة المعاملات المالية. وفي كل يعني نحن الآن نجد أن يعني أصبحت هنالك حاجة ماسة لتقنين فقه المعاملات بشكل عام. صح. لإمكانية تطبيقه يعني. فنجد أن القوانين يعني مثلا بعض القوانين في الدول العربية أو الإسلامية بعضها قوانينها وضعية، لكن منها ما هو مستمد من الشريعة الإسلامية. إذن هذا هو أحد الأسباب. جميل، طيب ما هو الواقع القانوني إذن مثلا لعقود التمويل على عقود التمويل الصيرفة الإسلامية على في هذا الواقع، في هذا الواقع وفي هذه البيئة التي تكلمت عنها دكتور؟ نعم، الواقع القانوني لعقود التمويل والمنتجات الإسلامية أننا نفتقر لوجود عقود نموذجية موحدة لذات المنتج. فالآن مثلا لنأخذ ليبيا على سبيل المثال، فيها عدة بنوك إسلامية، وتجد في كل بنك إسلامي، لنفترض منتج المرابحة، عقد المرابحة، عقد الإيجار المنتهية بالتمليك، نجد أن يختلف نموذج العقد من بنك، من مصرف أو من بنك إلى بنك آخر. صحيح لا يعني ليس اختلاف جذري، لكن هنالك اختلافات، وهنالك يوجد اختلافات جوهرية. هذا لا يصب في صالح الصناعة المالية الإسلامية. فوجود العقود النموذجية الموحدة مثلا في كل المصارف في ليبيا، الآن نحن ندعو على مستوى على الأقل البلد الواحد، مثلا عقد مرابحة يكون كل المصارف الليبية تعمل بنموذج واحد، مثلا يكون تتولى مثلا يتولى البنك المركزي الليبي والجهة المختصة مثلا صياغة هذه العقود. كذلك من خلال يعني عملنا في مجال الصيرفة الإسلامية وخاصة في المجال القانوني وتسوية النزاعات، وطلعنا على عقود يعني تمويل كثيرة، نجد أن
هنالك عدد من العقود يعني تتضمن شروط تخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومقتضى العقل. مثال أنا تجد مثلا في عقود الأمانات مثلا كالإجارة المنتهية بالتمليك. الإجارة المنتهية بالتمليك هي إجارة، نجد أنها تتضمن مثلا بعض الشروط التي تحمل المستأجر الصيانة الأساسية للعقار، وهي يفترض يتحملها المؤجر، وكذلك مثلا الهلاك، عدة أمور، يعني التأمين مثلا التأمين التكافلي يفترض هذا يقع على المؤجر وليس على المستأجر، لكن نجد أن العقود، يعني من يصيغ هذه العقود وللأسف يعني غالبيتهم قانونيين، يعني قانوني في القانون الوضعي وليس عنده ممكن دراية في فقه المعاملات المالية الإسلامية، وكذلك مثلا شروط تخالف مقتضى العقد في عقود مثلا الأمانات كالمضاربة، فتجد أنه مثلا يضمن المضارب بشكل أو بآخر، مثلا نجدها في الصكوك هذه كثيرة مثلا. كذلك أحد يعني الإشكاليات هي نجد أن المنتج ذاته أحيانا في عقد ذاته تجد أنه يخضع لأكثر من نظام قضائي، يعني مثال الصكوك، نأخذ مثال صكوك دانا غاز، هذه مشهورة يعني كان عليها إشكاليات كثيرة وانتهت، في ذات المنتج الصكوك يخضع في بعض المسائل للقانون الإماراتي، قانون محكمة الشارقة، وفي بعض المسائل كالوعد مثلا يخضع للقضاء الإنجليزي. هذه الإشكاليات الواقعية في العقود والمنتجات الإسلامية. طيب هذه الإشكاليات، يعني لو تكلمنا عن عقود نمطية يتبعها مثلا على مستوى القطر الواحد، ألا يعني تشكل على البنوك في عملية التنافسية مثلا فيما بينها في إجراء العقود وفي إجراء المنتجات الإسلامية؟ يعني والله دكتور سالم، التنافسية لا تكون، ما قصدناه التنافسية لا تكون بمخالفة أحكام الشريعة، نحن لا. نريد النمذجة ونريد العقود النموذجية من أجل عدم الارتكان لأشخاص غير، أحيانا يكون غير مسلمين قانونيين يقوموا بصياغة العقود، فعندما تكون هذه العقود تكون نموذجية وتكون من جهات رقابية وجهات متخصصة تصان فيها كل، لنقل أحكام الشريعة لكل عقد، هذا الذي نرى. الله أكبر، الله أكبر. يترك عادة العقود النموذجية، يترك بعضها، تكون هنالك شروط عامة وتكون هنالك شروط خاصة تترك كفراغات، مثلا نسبة الأرباح مثلا يمكن هنا هذه يكون فيها، يعني مثلا عندنا عقود نموذجية في المقاولات تسمى عقود فيديك، هذه عقود تعمل فيها كل العالم. نعم. هذه فيها، هي عقود نموذجية يوجد فيها شروط عامة ثم فيها كذلك شروط خاصة، هذه التي يمكن يعني العمل عليها. طب طالما الواقع هكذا دكتور فيما تحدثت عنه، ويعني تداخل القوانين الوضعية في صياغة هذه العقود، يعني هل يجوز أصلا يعني أن نتحاكم إلى القوانين الوضعية في صيرفة إسلامية بين قوسين؟ يعني والله يا دكتور سالم، يعني أنت وضعت يدك على الجرح وعلى الواقع. الواقع الآن نجد أن أغلب عقود التمويل الإسلامي وإشكاليات المصارف هي تتحاكم إلى القوانين الوضعية، يعني سواء المحاكم البلاد، أغلب يعني نحن نعلم أن أغلب بلادنا العربية يعني القوانين إذا كانت منها مستمد من القوانين الفرنسية، أغلبها مستمد من القوانين الفرنسية ومنها من القوانين، يعني لا نقول من القوانين البريطانية لأنه في بريطانيا لا يوجد النظام الأنجلوساكسوني، لا يوجد في القوانين، لكن هنالك لنقول أن عدة قرارات أو فتاوى في أنه
يمكن إذا كان هنالك حاجة يمكن للبنوك الاحتكام إلى القوانين الوضعية بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، لكن في الواقع العملي لا، يعني هذا لن يطبق، سوف تطبق القوانين الوضعية. لكن هل يجوز؟ يعني كلمة واحدة، إذا رجعنا إلى كتاب الله إلى القرآن الكريم نجد عدة آيات في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، هم الظالمون، يعني هم الكافرون. فالجواب وصل يعني. طيب معناها ما واقع يعني إذا ما هي الصورة والواقع والحقيقة الذي تجري بها تسوية العقود يعني في بين المصارف الإسلامية دكتور؟ نعم، الآن إذا نظرنا في الواقع العملي يعني ما هو الإطار أو الواقع التي يعني يتم فيه تسوية النزاعات؟ نجد أولا مثلا في مجال التقاضي، القضاء يعني المحاكم، ندرة المحاكم المختصة في المعاملات المالية الإسلامية. يعني مثلا الآن نجد أن تقسيمات المحاكم، يوجد ذات المحكمة مثلا يوجد محاكم عمالية، محاكم مثلا أحوال الشخصية، محاكم الجنايات، هذه متخصصة. لكن محاكم مختصة في المعاملات المالية الإسلامية حتى الآن على حد علمي في البلاد العربية يعني، ولا طبعا غيرها، غير موجود. ثانيا والأهم هو مسألة القانون الواجب التطبيق. يعني أنت عندما تذهب إلى المحكمة، ما هو القانون الذي سوف يطبقه القاضي على نزاعك ونزاعك في صيرفة إسلامية؟ نجد أن إذا رجعنا للعقود، نجد أن العقود كما ذكرنا تتضمن عبارة أن تطبق القوانين السارية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. كذلك يعني هذا في النتيجة القاضي سوف يطبق القانون، لا يستطيع صحيح. أن تلزمه أنت بتطبيق أي شيء آخر. كذلك نجد عدم وجود تشريعات تنظم عقود التمويل، هذه مهمة، لأنه عندما يكون هنالك التشريعات يقوم القاضي بتطبيقها لأنها تعتبر قانون محلي عنده. والمسألة الأهم دكتور سالم هي، وأنت أدرى والأخوة الذين يسمعون وعندهم اطلاع على هذا العالم، نجد أن العاملين في مجال الصيرفة الإسلامية قلة تجد من المتخصصين الذين يجمعون بين المجال القانوني والمجال الفقهي معا. يعني نحن الآن نتكلم في تسوية النزاعات، صحيح، إذن تجدهم أغلبهم يعني قانونيين فقط، يعني قانوني قانون وضعي. لا، بل أنا نجد غالبية العاملين في المجال القانوني من خلال خبرتنا سواء داخل البنوك أو حتى مكاتب المحاماة التي تتعامل مع هذه البنوك وتكون وكلاء لهذه البنوك، يكون المحامين غير مسلمين. كذلك أنا الآن يعني من منصتكم أناشد وألفت نظر الهيئة الشرعية أو قسم الالتزام الشرعي في داخل المؤسسة أن تمتد رقابته على أعمال تسوية النزاعات. يعني اليوم مثال، نحن مكتب محاماة مثلا وكلاء لكل البنوك الإسلامية، ممكن يأتينا من البنك الإسلامي لكن من الدائرة القانونية، يأتينا مثلا من أجل نزاع مطالبات معينة، أنا أطلب كذا أطلب كذا أطلب كذا، مدى شرعية هذه المطالبات؟ فهنا نحن نتمنى أن الرقابة الشرعية، قسم الالتزام الشرعي، تعرض عليه هذه المطالبات قبل أن يرسلها مثلا، سواء يذهب فيها إلى المحكمة أو يرسلها إلى المحامي. لأن نحن نجد أن هنالك طلبات يعني هي في الأصل غير متوافقة مع أحكام الشرعية، مع أحكام الشريعة الإسلامية. وكذلك من الواقع أن اليوم كما قلنا أن لا توجد محاكم متخصصة، يعني لا يوجد قاضي متخصص. اليوم مثلا في نزاع الإجارة المنتهية في التمليك، القاضي لا يفهم المنتج مبدئيا فيقوم بانتداب أو تعيين خبير. نجد أن يعني خاصة الخبراء المحاسبين من أجل حساب مثلا
ماذا دفع العميل وماذا له وماذا عليه وهذه الأمور، نجد أن كذلك الخبراء، إذا قلنا الخبراء فقط المحاسبيين، كذلك هؤلاء غير مختصين. يعني مثلا أنا أحد القضايا كنت أعمل عليها، الخبير في الإجارة المنتهية بالتمليك، الخبير يقول هذا البنك غير ملتزم في العقد، هو يغير السعر، هو قال سعر الفائدة، يعني الأرباح كل سنة يغيرها على مزاجه. لو هو متخصص في محاسبة عقود التمويل الإسلامي ومنها الإجارة المنتهية بالتمليك، يعلم أن هنالك ما يسمى بالأجرة المتغيرة. صحيح. إذن هذا هو واقع، يعني طيب هكذا. أين التحكيم، أين التحكيم الشرعي من هذا الأمر كله؟ يعني والله الآن نحن يعني دعاة ونحمل رسالة، هي مسألة التحكيم الشرعي في قضايا يعني قضايا نزاعات البنوك الإسلامية، وذلك بسبب ما تحدثنا عنه سابقا. الآن مغيب قليل، وفق اطلاعي قليل من البنوك الإسلامية تضمن عقودها بند في التحكيم، بند التحكيم لتسوية النزاعات. جيد. ما هي أسباب، هل توجد أطراف رافضة لعملية التحكيم الشرعي سواء كانت دولية أو محلية، وما هي الأسباب للرفض إذا وجدت أطراف رافضة؟ يعني هو نحن نجد يعني الآن عقود تمويل إسلامي، يعني وفق احتكاكنا في مع البنوك تقسم إلى قسمين. هنالك عقود يعني مع الكافة، وهم لا ينظرون إلى إذا كان مثلا حكمنا الشريعة أو لا لم نحكمها. الإشكالية تكون في العقود الكبيرة مع مؤسسات أجنبية يعني أو مؤسسات غير مسلمة، البنك بحاجة للتعامل معها، وهذه البنوك ترفض وضع بند أن تسوية النزاعات الناتجة عن هذا العقد تكون وفق أحكام الشريعة الإسلامية. أحيانا يكون عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية أن حجج كثيرة، منها يمكن أن نقول يعني لها وجهة نظر، يقولون أن أحكام الشريعة، أنا الآن إذا كقاضي أو كمحكم أو أنا كطرف آخر تقول لي أحكم للشريعة الإسلامية، أين هي الشريعة؟ ما هي الشريعة؟ هل أنا أعود لمئات أو آلاف الكتب لكي أعرف ما هي الشريعة؟ إذن عدم تقنين الشريعة، عدم تقنين فقه المعاملات المالية، على الأقل فقه المعاملات المالية، هو أحد الأسباب أو الذرائع التي يعني يحتج بها لعدم الاحتكام لأحكام الشريعة الإسلامية. إذن المشكلة في أساسها ترجع إلى الشرعيين في عدم تقنينهم للشريعة الإسلامية. هو هذه يعني كما تعلم دكتور سالم، يعني هذه مسألة خلافية قديمة حديثة. نعم. بمسألة أن هناك من ينادي بتقنين الشريعة من أجل تطبيقها، وهنالك من يدعي أو رأيه دعنا نقول بأن تقنين الشريعة يغلق باب الاجتهاد، وأنا لست مع هذا، يعني لأنه الآن تقنين القوانين لم يوقف تعديل القوانين بشكل دائم. اليوم مثلا صدر قانون المعاملات أو قانون المدني في ليبيا، ممكن بعد تطبيقه بعد عدة سنوات تظهر ثغرات، تظهر كذا، نجد أنه يتم تعديل القانون. فلا أعتقد بأن تقنين فقه المعاملات، على الأقل فقه المعاملات يعني يؤدي إلى غلق باب الاجتهاد. لكن من مصلحة الشريعة، إذا أردنا فعلا أن نطبق أحكام الشريعة الإسلامية، ينبغي علينا أن نقننها، ونقننها وفق الأدوات الحديثة التي يفهمها القانونيين والعاملين في هذا المجال. هل دكتور يعني توجد إشكالات ظاهرة في مسألة تسوية النزاعات غير ما ذكرنا؟ يعني مثلا نعم، نحن من خلال يعني العمل نجد كما قلت لك عندنا دائرة شبه متسلسلة، بأن إذا أتينا إلى البنك، نتكلم عن الدائرة القانونية داخل البنك، سواء هو بنك كامل إسلامي أو نافذة، الدائرة القانونية هي
كلهم يعني من الأخوة خريجين القانون، يعني خريجين قانون وضعي. صحيح. فغالبية إنه مطالباتهم تكون هي ذات المطالبات التي تكون في النزاعات الوضعية، يعني في النزاعات البنوك التقليدية، خاصة مثلا في النوافذ. هذه القسم القانوني في البنك هو ذاته للنافذة الإسلامية وللبنك، فتكون المطالبات التي تأتينا منهم تكون هي ذاتها، لأنه نحن نعمل كذلك في الاثنين. يعني مثال، يأتي مثلا مرابحة، هنالك نزاع على مرابحة، نحن نتكلم في الواقع، هنالك مثلا نزاع على عقد مرابحة، يطلب مثلا إذا تأخر العميل ويعني يطلب كامل المديونية، ويطلب مثلا نسبة أرباح من تاريخ التوقف عن السداد حتى تمام التسليم أو تمام السداد عفوا. هذا لا يمكن، هذا دين، مبلغ المرابحة دين بذمة العميل، لا يمكن أن أطلب عليه أي شيء إذا تأخر في السداد، سواء كان مماطلا أم كان معسرا. كذلك نجد دكتور سالم، يعني من المسائل المهمة هي عدم فهم المنتج، يعني من قبل القضاة، مما يؤدي هذا إلى تكييف العقد، يعني إعادة تكييف العقد. مثلا نحن ترفع أنت دعوة بعقد إيجارة منتهية بالتمليك، كون القاضي ليس يعني لا يمتلك تأهيل ولا يعرف الإيجارة المنتهية بالتمليك، ماذا يفعل؟ هو عنده القانون المدني يقارب ويسدد ما هي الأحكام التي أقرب لهذا العقد مع القانون المدني. نجد أن عقد البيع بالتقسيط، فيقوم بإعادة تكييف العقد الإيجارة المنتهية بالتمليك على أنه عقد بيع بالتقسيط، وكذلك عقد المرابحة على أنه قرض. هذه ناتجة عن عدم فهم المنتج. كذلك هنالك من خلال العمل نجد عدم الحكم يعني بكافة الطلبات، منها مثلا كما تعلم إذا كان المدين مماطل أتاحت المعايير، وخاصة المعيار الشرعي رقم 3 المدين المماطل، أنه إلزامه بغرامة التأخير تصرف بوجوه الخير هذه، لكن هنالك لعدم فهم المنتج لا يتم الحكم بها. مثال الأسباب مثلا من التعليلات التي من عدة رصد عدة أحكام، يقول بأن الالتزام بالتبرع ليس ملزم، فالالتزام بالإرادة الفردية ليس ملزم، لا تستطيع أن تلزمه. مثلا حكم آخر رفض الحكم بالغرامة، يقول بأنك لست وكيل عن الجهات الخيرية التي سوف تصرف في وجوه الخير كي تطالب لها بهذا المبلغ. إذا هذا كله ناتج عن عدم فهم المنتج، طبيعة المنتج. عندنا مشكلة الآن في ما ذكرته دكتور حاليا في فهم المنتج من قبل القضاء، لكن هل الدوائر للأسف من قبل جميع العاملين بالضبط، هذا اللي في الحقل القانوني. صحيح. هذا هل الدوائر القانونية في المصارف كذلك على دراية جيدة بالاختلافات التي يعني في 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 المنتجات الإسلامية؟ لا هذا الذي أنا قلت لك. هنالك عندنا سلسلة رصدتها أنا وفق علمي واطلاعي. حبذا لو تشرحها لنا دكتور. نعم. هذه السلسلة. هذه السلسلة نبدأ نحن من البنك. جيد. من إبرام العقد دكتور سالم. الإشكالية في إبرام العقد، ثم من يبرم العقد، من يجهز العقد هم القانونيين، وقلنا نحن يعني قليل جدا من تجد أن من القانونيين من يمتلك العلم الشرعي، يعني فقه المعاملات المالية الإسلامية والفقه القانوني، قلة يعني. فبالتالي هو يصيغ هذه العقود وفق القانون ووفق مصلحة البنك. ثانيا، عندما يكون هنالك نزاع، تجد الدائرة القانونية التي يعني سوف تحضر لهذا النزاع كذلك هم قانونيين وليسوا شرعيين، في ظل أنا صحيح. كما قلت لك يعني الذي أنادي به أن تمتد إشراف الهيئة الشرعية على عمل هؤلاء القانونيين، على القسم القانوني. فبالتالي كون القانونيين يعني الإناء ينطح بما فيه في ما النتيجة. ما الإشكاليات التي تمنع الرقابة الشرعية بامتداد نظرها إلى القسم القانوني؟ لم يتعودوا على ذلك،
للرقابة الشرعية، قسم الرقابة الشرعية. نعم نعم، الآن لم يتعودوا على على هذا النمط. هم تعرف أنت يعني عادة تجهز لهم العقود من البداية والمنتجات والهيكلات ويعطوا فيها الفتوى، لكن عندما يحدث نزاعات وفي هذا المنتج والقسم القانوني يحضر الدعوة ويحضر المطالبات، سواء هو سوف يعني مثلا يرافع فيها أمام المحاكم أو سوف يرسلها إلى مكتب محاماة، أنا هذا الذي أنادي به هو مسألة امتداد الإشراف على هذا القسم. يعني صحيح كما قلت لك، ناتي أتوا مثلا هذه الطلبات التي تخرج منهم تأتي إلى مكتب المحاماة، مكاتب المحاماة هذا هو الحال واحد، كذلك غير مختصين المحامين الذين يعملون في هذا المجال غالبيتهم غير مختصين، يعني ليس عندهم تأهيل فقه معاملات مالية إسلامية، فكذلك هنا يصيغوا الطلبات ويصيغوا صحيفة الدعوة يعني بغير شيء، يعني بغير حقيقتها، تذهب للقضاء غالبية القضاء هو غير مختص، فنجد من أحكام القضاء من تتكلم يقول لك قرض وفائدة وقرض وفائدة وهو منتج إسلامي. طيب ما العمل لردم هذه؟ يعني نعم. هذا على مستوى يعني العالمي وليس يعني على مستوى بلد محدد. أنا يعني الحمد لله يعني عندي كون أنا أحمل يعني دكتوراه في الفقه، فقه المعاملات المالية الإسلامية، ودكتوراه في القانون، فعندي اطلاع كبير على مستوى الصناعة ككل ورصد الأحكام يعني بشكل كامل. طيب ما الحل باعتبارك دكتور الآن أنت خبير في هذا المجال وفي هذا هذه الأمور الدقيقة، ما الحل لردم الهوة بين الشريعة والقانون في 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 مسألة تسوية النزاعات؟ يعني هنالك يعني لنقول عندنا حلول كثيرة، منها أولا لنعترف بأن حاليا القضاء غير مؤهل للفصل في نزاعات المالية الإسلامية. جيد. هذا يجب أن نقف عنده، لكن لنقل لماذا غير مؤهل؟ غير مؤهل لأن القاضي ينبغي أن توفر له قانون لكي يحكم به. نحن صحيح. الآن قلنا غالبية المنتجات والعقود التمويل غير مقننة وليس صادر فيها قانون يلزم القاضي في التطبيق. هذه أهم شيء. يعني إذا قلنا نحن قبلها هو تأهيل القاضي، نعم أنا أهلت القضاة، هذا أحد الأهم يعني المسائل الأهم مهمة جدا، يفترض أن نقوم بتأهيل القضاة في مجال الصيرفة الإسلامية وعقود التمويل الإسلامي، فهذا أولا. ثانيا كما قلت لك السعي إلى التقنين. ثالثا وعدم وجود المحاكم المختصة، إذن الآن ليس عندنا الواقع، ليس عندنا قضاة مختصين، ليس عند مؤهلين، ليس عندنا محاكم مختصة، ليس عندنا قانون، في ظل هذه الثلاثة أشياء هي التي بسببها نقول أن القضاء غير مؤهل حاليا، غير متوفر له الأدوات لأنه. طيب لماذا؟ ما هو البديل؟ نعم ما هو البديل؟ البديل هو التحكيم، نلجأ للتحكيم. جميل. كوسيلة لتسوية النزاعات وليس إلى القضاء. لماذا؟ لأن في التحكيم يمكن أنت أن تختار المحكم المتخصص، بينما أنت عندما ترفع دعواك أمام المحكمة لا تختار القاضي بنفسك، لا تعرف الدعوة تذهب إلى أي قاضي، بينما في التحكيم مثلا الدكتور عبد الحنان معروف متخصص في هذا المجال، يمكن أن تختاره أنت كمحكم. وكما تعلم يعني حتى الأخوة المتخصصين هناك من متخصص في الصكوك، فإذا كان النزاع في الصكوك ونحن نعرف في مجال المالية الإسلامية كلنا نعرف بعضنا، فيمكن أن نختار سين من الأخوة ليكون محكما، هذا واحد. ثانيا أنت هنا يمكن لك أن تفرض القانون الذي سوف يتم الحكم بموجبه وهو أحكام الشريعة الإسلامية. أحكام الشريعة الإسلامية منها يمكن أن تأخذ أنت وتقول أن المعايير الشرعية مثلا الصادرة في نفترض النزاع في ليبيا، نقول أن المعيار الشرعي في منتج معين، عندنا نفترض منتج الإيجار المنتهي بالتمليك يوجد فيه معيار شرعي صادر في ليبيا، نقول بأن القانون الذي يطبق على هذا النزاع
هو المعيار الشرعي رقم كذا الخاص بالإيجار المنتهي بالتمليك الصادر مثلاً عن الجهات المختصة في ليبيا. وفي حال مثلاً عدم وجود مسائل تنظم هذه المسألة يمكن مثلاً تطبيق المعيار الشرعي رقم 8 مثلاً أو رقم 9 الصادر عن الأيوفي. ممكن أن نقول في حال كذلك وجدت مسائل لم ينظمها هذه المعايير يمكن الرجوع إلى قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة. يمكن أن أختار أنا أقول الفقه المالكي، الفقه الشافعي. إذن التحكيم يتيح لي تطبيق الشريعة، هذا هو المهم. طيب، لكن ألا توجد يعني عوائق قانونية يعني تقف بالمرصاد لممارسة التحكيم الشرعي يعني لهذه الأمور وتجنبه لهذه المخاطر التي ذكرتها دكتور؟ دكتور، لا يوجد سوى أننا نحتاج أشخاص متخصصين متأهلين كذلك في هذا المجال، من أجل أن لا يعني نقع في ذات نخرج من القضاء لشيء ونختار محكمين غير مؤهلين فتكون النتيجة واحدة. دكتور سالم، يعني ما يغيب دائما الإنسان عدو ما يجهل، ما يغيب عن أذهان الأخوة المصرفيين، وأنا قابلت يعني كثير من المصرفيين ومدراء وسي او، الجهل بقيمة وملائمة التحكيم لتسوية نزاعات المالية الإسلامية أكثر من القضاء. التحكيم اليوم، الحكم الذي يصدر في عن المحكم هو كالحكم القضائي، يرفع الخلاف. صحيح. فاليوم ثانيا يعني التحكيم هو أسرع من القضاء كما نعلم. يعني اليوم أنا محكم، أنا أعمل في مجال التحكيم بشكل دائم، القضايا أحيانا 6 أشهر، أحيانا 7 أشهر، 8 أشهر. لنقل الزمن الوسطي للدعاوى في القضاء في كل البلاد العربية على الأقل تقريبا 3 سنوات، عندنا المرحلة الابتدائية ومرحلة الاستئناف والمرحلة العليا. اليوم أنت بنك، في النتيجة هذه أموال مودعين، يعني بزنس في النتيجة. يعني الزمن له ثمن. فأنت اليوم إذا كان عندنا نزاع مثلا على 10 ملايين ريال دينار، إذا ذهبت للتحكيم وعادت مثلا انتهى النزاع ب6 أشهر وتعود وتضخ هذه الأموال مرة ثانية في الاستثمارات، أفضل أم تبقى أمام القضاء 3 سنوات؟ صحيح. لكن أمر آخر. نعم. دكتور إذا سمحت. جميل. مسألة السرية اليوم أنا مثلا الدكتور سالم هو لنفترض في البنك، في بنك معين مثلا، في بنك التضامن، بنك الجمهورية، بنك السلام، فأنا عندما أجده في المحاكم فأنا هنا يعني السمعة، أقول أن بنك الذي يمثله الدكتور سالم عليه إشكاليات كثيرة، ماذا يفعل إذن في المحاكم؟ بينما في التحكيم سري، لا أحد يعلم به غير الأطراف. فهذه كذلك من المسائل الهامة يعني في المجال المصرفي والمجال المالي والتجاري بشكل عام. صحيح، وخصوصا أن التاجر أهم ما يمتلك سمعته، يعني هذا الذي نحن نتكلم عنه. نعم. طيب الآن دكتور، ذكرت حتى الدوائر القانونية التي تتحدث عنها في المصرف في هذه السلسلة، ولا شك حتى في دائرة الهندسة المالية وصياغة العقود وكذا يوجد غير مسلمين في هذه الدوائر، فهل يمكن أن نحتكم إلى غير المسلمين كذلك في التحكيم الإسلامي حتى وإن كانوا غير مسلمين؟ نعم، هذه كذلك من المسائل يعني التي يعني كانت محل نظر ومحل فتوى في هذا الأمر. هل لنفترض اقتنعنا بالتحكيم الإسلامي، هل يمكن التحاكم أمام محكم غير إسلامي أو مؤسسات تحكيم؟ الآن تعرف يعني التحكيم يمارس ب يعني نوعين أو طريقتين، هنالك ما يسمى التحكيم الحر أد هوك فردي، يعني أنا عندي نزاع ذهبت عينت مثلا أنا والطرف الآخر عينا الدكتور سالم ليحل النزاع، هذا يسمى التحكيم الحر. هنالك عندنا كذلك التحكيم المؤسسي، مثلا مركز تحكيم معين، لنفترض المركز الليبي
للتحكيم التجاري مثلا عندكم في طرابلس مثال يعني، فهذه مؤسسة يمكن الالتجاء لها من أجل التحكيم. الآن هل هذا يفي بالغرض؟ طبعا لا يفي بالغرض، ينبغي أن يكون هذا المركز أو هذا المحكم مؤهل، لأن في النتيجة كما يعني الكل يعلم الحكم على الشيء فرع عن تصوره يا دكتور. صحيح. فإذا كان المحكم غير مسلم، المسلم الآن المسلم وأحيانا ممكن يكون خريج فقه لا يعرف كثيرا عن هذه المنتجات، فكيف سوف يحكم بها إذا هو غير متصور؟ يعني الآن كلنا درسنا الفقه، فقه المعاملات المالية الإسلامية والواقع وواقع المنتجات يختلف عن الأمور النظرية. صحيح. فاليوم إذا كنت أنا كمحكم لا أستطيع تصور منتج الإيجار المنتهية بالتمليك، هذا المنتج الذي فيه حدة مستندات، يعني يعني منظومة مستندات فيه، فكيف يمكن أن أحكم؟ طيب ذكرت إذن لا مناص إلا للتحاكم، إما لمؤسسات مالية إسلامية تحكم الشريعة أو لمحكمين مسلمين، وليس مسلمين فقط، وليس كذلك أصحاب يعني خريجي كليات الفقه. أنت اليوم خريج فقه وتدرس الفقه، فقه العبادات يختلف، الفقه المعاملات بشكل عام يختلف عن فقه المعاملات المالية الإسلامية بشكل صحيح. خاص. صحيح. إذن يعني كما عندنا المثل العام، أعطي الخباز خبزه. صحيح. طيب طالما ذكرت المراكز، مراكز التحكيم ومراكز التحكيم الدولية في العالم، ما واقعها الآن يعني الذي تسير فيه والذي تتعامل فيه مع البنوك، يعني باعتبارك كشخصية قريبة ومؤثرة في هذا النشاط حقيقة؟ دكتور سالم، بشكل عام عندنا في مجال التحكيم التجاري ككل بدون تخصص عندنا مراكز تحكيم دولية كبيرة، يعني مثلا عندنا في نيويورك مركز الإكسيد. مركز الإكسيد هو للتحاكم بين الدول والمستثمر التي يكون هناك إشكالية بين المستثمر وهذه الدولة. عندنا مثلا في باريس غرفة التجارة الدولية أو ما يسمى لها يرمز لها بالآي سي سي، هي كذلك متخصصة في الأمور التجارية وخاصة عقود الإنشاءات. نجد أن بالنسبة للتحكيم الإسلامي والمراكز المختصة في التحكيم الإسلامي، نجد الآن عندنا في دبي المركز الإسلامي للصلح والتحكيم بدبي. هذا المركز هو مؤسسة من مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية، وهو يتبع بنك التنمية الإسلامي مثله، مثل أيوفي، سيبافي، مركز السيولة. فهذا المركز حاليا هو المركز الوحيد الذي يحكم وفق الشريعة الإسلامية ككل. لكن هنالك مراكز مثلا في مركز آسيان في كوالالمبور. طبعا أنا كنت في كوالالمبور وعشت في كوالالمبور ودرست في ماليزيا. فهذا المركز يوجد عنده لنقل قواعد ومسار سريع خاص في تسوية نزاعات الصيرفة الإسلامية. وأعتقد كذلك يعني مراكز التحكيم الآن الموجودة عندكم في ليبيا، أتمنى يعني أن ينهجوا هذا النهج. ويعني أنا قريب كذلك من الوضع التحكيمي الليبي، فهنالك يعني إعداد لبرامج تأهيل للمحكمين في مجال الصيرفة الإسلامية بإذن الله. إن شاء الله. طبعا على ذكر البنك الإسلامي للتنمية والمركز الإسلامي للصلح والتحكيم في دبي وتبعيته له، يعني لا يخفى عليك دكتور أن ليبيا هي الشريك الثاني بعد المملكة العربية السعودية أو في البنك الإسلامي للتنمية، ولكن للأسف يعني ليبيا لا تستفيد من هذا البنك كثيرا، يعني في يعني لا أدري يعني لا تظهر المؤسسات التابعة له في هذا القطر يعني. يعني نعم إن شاء الله على هذا المستوى. يعني الآن أنا يعني أدرب في هذا المركز، عندنا يعني تدريب نصف سنوي دائما في هذا المجال، يعني ندرب في هذا المجال،
كما قلت له. جميل. طيب قبل أن يدركنا الوقت دكتور، نريد أن نتحدث عن مقترحاتكم يعني أو آراءكم باعتبارك يعني خبير في هذا المجال في تسوية النزاعات، يعني ما المقترحات التي تقدمونها تسهم في الحد من مخاطر يعني من المخاطر القانونية من عدم تسوية نزاعات عقود التمويل الإسلامي؟ والله يا دكتور، يعني هنالك بعض المقترحات هي من صميم الواقع. أولا نقترح يعني وينبغي كما قلنا في البداية توحيد عقود الصيرفة الإسلامية على الأقل بعقود نموذجية على الأقل على مستوى البلد الواحد، وصولا إلى يعني المستوى الصناعة ككل. ولكن هذه العقود يجب أن لا تخالف القانون ولا الشريعة الإسلامية، لأنه كما ذكرنا دكتور، أنت شئت أم أبيت الآن تعمل في وسط قانوني وضعي، فبالتالي أنا لا أستفيد يعني لا يوجد إفادة من عقود نموذجية مثلا شرعية وفيها مخالفات للقانون. فأنا ينبغي أن أنتبه للقانون، أصيغ وفق القانون لكن لا أخالف الشريعة. يعني أنا أحيانا أذكر للأخوة اللي يعملون في الهيئات الشرعية ويصدرون الفتاوى، أقول أنه يعني لا فائدة من فتوى لا تطبق قانونا تصطدم بالقانون. أنا لا أقول أننا نريد أن نلوي عنق الفتوى لكي يعني تواكب القانون، لا لا، ليس هذا الصياغة. الأمور التي يعني لا تخالف الشريعة الإسلامية، إذن ينبغي توحيد عقود أو إيجاد عقود صيرفة إسلامية نموذجية لا تخالف القانون ولا الشريعة الإسلامية، مع دليل إرشادي لتنفيذ كل عقد. العقد ليس عادة العقود يعني تعرف تكون مخطوطة، لا توجد فيها كل التفاصيل، ينبغي أن يكون هنالك دليل إرشادي للزيادة والحذف وهذه الأمور. لماذا؟ تفاديا لإعادة تكييف العقد مرة ثانية من قبل هؤلاء مثلا العاملين عليه. كذلك أهم شيء دكتور هو إصدار قوانين تنظم أحكام عقود المصرفية الإسلامية، هذا أهم شيء. وكنا في اللجنة العلمية لمؤتمر الشارقة، سوف يكون إن شاء الله في أكتوبر، عن تقنين الشريعة الإسلامية. أعتقد يعني المؤتمر يعني يضع يده على الجرح، وهو أتى استجابة لواقع. كذلك نعود إلى مسألة هامة دكتور، إذا كان عندنا عقود وعندنا قوانين لكن ليس عندنا الإنسان المؤهل لا نستفيد. ينبغي تأهيل العاملين في مجال تسوية النزاعات من قضاة، من محكمين، من محامين، من خبراء، من الأخوة العاملين في البنوك الإسلامية ككل. يفترض الآن، يفترض دكتور كما تعلم أن يعني يفترض الهيئة الشرعية يكون فيها قانوني لكي يكون التصور صحيح لهم عندما يقدم لهم القانونيين أي منتج، أي هيكلة، أي كذا، يكون عندهم خبرة في هذا. الأخوة يعني يفترض أن القانون هو اللي ينظم العقد، وكل العاملين في مجال في البنك يتعاملوا مع هذا العقد. كذلك أتمنى في ظل الواقع اللي نحن فيه، قلنا إدراج شرط التحكيم الإسلامي في العقود. لماذا دكتور؟ يعني من المفارقات نجد أن يفترض في البنك الإسلامي الالتزام بأحكام الشريعة، صحيح؟ نعم صحيح. نجد أنه مثلا يلتزم بأحكام الشريعة في إبرام العقد والمعاملة، لكن نجد عندما يصل إلى تسوية النزاعات يحتكم للقوانين الوضعية. هذه مفارقة، ينبغي أن يكون عمل البنك كله شرع وفق الأحكام الشريعة من إبرام العقد إلى تسوية النزاعات. يعني هذا مسألة مهمة. فكما قلت لك، كذلك عندما نفعل نحن التحكيم الآن، التحكيم الإسلامي والصلح كذلك، يعني الصلح ما يسمى حاليا بالوساطة، أعتقد اللجوء حاليا بظل عدم توفر الأدوات للقضاء لكي يستطيع تسوية النزاعات، عدم وجود قانون وكذا وكذا اللي ذكرناها، الآن يفترض أن نلجأ إلى التحكيم والصلح
أو الوساطة من أجل تسوية نزاعات الصيرفة الإسلامية، لأنها بالنتيجة هي عن طريق التحكيم فقط يمكن أن نطبق الشريعة الإسلامية. القاضي لا يمكن أن نفرض عليه قانون، لكن المحكم، نحن الأطراف نفرض على المحكم القانون الذي نريده لتسوية هذا نزاعات أي عقد. صحيح. حقيقة يعني دكتور شاكر ومقدر لكم، يعني أفضت وأجدت في هذا العنوان وفي حلقة اليوم، يعني استفدنا كثيرا من إضاءاتك وما تكلمت به. شاكر ومقدر جزيلا فضيل الدكتور عبد الحنان عيسى. بارك الله بكم دكتور سالم، جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتك وحسنات الأخوة القائمين على هذا البرنامج وعلى هذه القناة الفاضلة التي تسهم من خلال هذه اللقاءات بنشر الثقافة كما ذكرت أنت، والدعوة للتأهيل أكثر، ووضع كذلك النقاط على الحروف في مجال الصناعة المالية الإسلامية التي ندعمها ونتمنى أن هي التي تسود. وبارك الله بكم. جزاك الله خير شاكر ومقدر مرة أخرى كريم الاستجابة لدعوتنا في هذا البرنامج. فضيلة الدكتور عبد الحنان العيسى، المحامي والمحكم والمستشار القانوني، محكم في تسوية نزاعات البنوك الإسلامية، بارك الله فيكم، الله يرحم والديك. أما أنتم أيها المشاهدون الكرام، فحتى يتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة من حلقات معايش على قناة التناصح، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.